እኛ ኢትዮጵያውያን በባህሪያችን ጨዋ ነን። የሌላ አንነካ በታሪካችን መስካሁንም በእኛ ላይ የነበሩ ጦርነቶች ስናይ መጥተውብን ነው እኛ ሄደን የሰውን ቀምተን አይደለምና ብዙ ማጥናት ይቻላልና ሌላው ዓለም በተምራው ዓለም ያረው ዓለም እንዲረዳን እኛ ጨዋ መሆናችን እንዲረዳን ምን መደረግ አለበት እንደው ቀጣይስ ያንተ ይሄ ያሳሰብ ለውጥ እንዲደረግ ምን ያደረክ ነው አሁን በቀጣይስ ምን እቅዳለ በዚህ ዙሪያ ለማስረዳት طبعا الاثيوبيون بطبعه او الاثيوبيين بطبعهم شعب مسالم لا يعتدي على غيره حتى لو شفنا التاريخ والحروب التي كانت في بلادنا كانت دفاعيه كلها اذا ما هو دورنا لنبين للعالم ان هذا الشعب مسالم لا يريد ان يتعدى على غيره ولا ربما ان يسلب حق غيره وما هل هناك تحركات انت فعلتها في هذا الصدد نعم هناك تحركات وكذلك يعني هناك تحركات قمت بها وهناك تحركات لازلت أعمل عليها الآن وبجدية ألا وهي يعني تتمثل في نقطة مهمة جدا بأن نوايانا ينبغي أن تسبق أقوالنا بأن الناس سواسية هذه من جهة البشرية بغض النظر عن الأوطان فمن يعني فالأوطان أولى وأجدر بذلك يجب أن تكون وهذه رسالة ربما قلتها في بداية مسيرة الإعلامية يجب أن تكون النظرة الإثيوبية شاملة وتحتوي الجميع تحتوي الجميع بهمومهم وآلامهم وأفراحهم كذلك لماذا تجنبت الحديث عن الخلافات ربما تلاحظون أنني أتجنب الحديث عن الخلافات وما يؤجج النفوس لأن الأطراف إثيوبيون الأطراف إثيوبيون وإذا قلنا أن هذه الأطراف إثيوبية وجب علينا أن نركز إذا أردنا السلام وأردنا الخير لبلدنا ومجتمعنا أن نعمل على توحيد الشعب على كلمة واحدة فنحن الوقت الذي نهدره في انتقاد سياسات بعضنا البعض واستيراد تاريخ لنؤلم به الأجيال المستقبلية انظر يا عزيزي إلى اليابان نأخذها مثلا للتنمية والنهوض والتقدم هل تعلم أنها أبيدت تماما أو كادت على وشك الإبادة بعد أن ألقيت عليها تلك القنبلة المشؤومة في هيروشيما ومات الآلاف من البشر ولا زالت آثارها حتى اليوم لكنهم ماذا فعلوا استثمروا تلك الآلام لتصبح اليابان ربما في مقدمات أو يقينا في مقدمات الدول من ناحية النهضة والاقتصاد والسياسة والتعليم ولديها أرقام عالمية رسمتها اليوم يعني بعد أن كانت في جحيم لا يطاق فلذلك ينبغي أن نعمل على السلام والتحركات التي قمت بها سد النهضة يربط الجميع وعملت على ذلك وبالله التوفيق يعني استطعنا أن نوحد الكثيرين على أمر معين حتى أن كثير من المعنيين تحدثوا معي وقالوا لم يجتمع الشعب الإثيوبي على أمر واحد كما اجتمعوا على سد النهضة ولا زالت هناك في القصة بقية وكثير من الأمور التي توحد الشعب الإثيوبي ولا تفرقه بأي شكل من الأشكال وهذه التحركات التي سنعمل عليها إن شاء الله በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ነገር ላለም ማሳወቅ ወይም ለአረብ ሀገራት
سلنيا من نادر سانجمر بفيت كنجراتشن بفيت عملك كتاتشن مقدمي نور بثال عملك كتاتشن لاي عندني سؤال جهل بكلنا بلا ما من اللبن يعني كم من بهلا يا جرس ولا مسيون يبلد اللي تودو يبلد اللي تكبره يبلد اللي تحسب لا تقبل بس هم لك هكذا تنستنو مرة ما دي اللبن بزوج زي تكوي كونني سلت أبل ورا أجرتشن بحزبوش عم كأكل من نسوت على مقبابات وش لي تكرت على رد ممكن ياتهم كلهم ما كلي تبيعينه لا تشن ما عندنا يلقونهم ما يقبابوا النجروش تتن ما يتأكمن النجروش بيجي نما من هالشوب زوج زي ما يتأكمن النجروش تتن وده ميت أكمن وده عند ميا درجن وده ميسة بس بن نتوش لي مرة ما دينو ربنا على بلزيا بزو مسرات من شلبتن زي يابا كنن يلم ما دق من لوت ما بلز أق من شلبتش من شلبتن ورق أما جزيا كنن ما يهون نجر يابا كنن ما يهون نجر لا يودك من يلم مثلا لما تأم شلو جابان إنه جابان ولا تني ولا متورنت من دتك ستبات ما يتشلنا بهيروشيما أنا ناساكي بتت علىو يترجم بوم بنوملو نيكولار بوم بزو بشي بمليون ميقدروا بشي ميقدروا هي تاچون اتوال جمنا درغو جابانوچ قچالو ارل حماماچون ود تنكاري قيرو كزيرو تنستو تنكرو سرتو اگراچون يت اندادرسو تايتنا ايهم مثالي موسد اللب نيان لنسو الدرسبن لنسو التگودانن جن اون يالن بدرجه كنسو بتاچن سلازي كلاتچن ابرن سرتن أكثر سرتن ميا عند ميا درجنا توش لاي تكرة تدرجن من كسر كسين ورب النال يعني ما بقول يا دركو تملو ياو هداسي وقد بلاي يا دركو أشون كسر كسيو كسر روح أشون كسر كسيو الحمد لله فتاري مسجن بيانس كيبياو يانن عند لما درج بتوصلنا من درجة بهون شيء يالو بزوب على سلطانة مجاور تشالو بزوب سوتش قصا سوارم كيبياو يان عند هداسي قدب عندي هذا الرجال شو نجر ألتقيني مسكهم بلو أبرت هالتونيال عندي هذا الرجال يقول لك إنني هنا هداسي وقدب لي يا بكلين الصوت ويا ركوا جنيرلو ليلام قدي وش لي ليلام نجر وش لي لما سرت يتركنهم بزوم بزوا الصاب وتشمالين جنن دالكوا شو أهونم ميسفل جن مجمرة عند مهوننا كذا عندهن عندهم ملكات نورون يقارن توتشاتن يزنو كن دجن على ز لعالم من ناجر منشلو مجمرة ريدي سانو من ناجر انشلو بيجنا منا بدأ من نام سجدان تروي ثانو محمد يستني على ليلو عنده سكاود ببزو مرة كوتش بتهلي بارا بينيو قان قا بزو كركرار جهالنا ليه تيالا ندو أستهيت كرباب كليلو شاعروش إني أكون دينا برام ملكة كتاتشل لك عند زينو أنت استأثر دهني يجبان يالو يوم نجت أما يالوين كان عندك الكثير من اللقاءات المختلفة هل هناك موقف ربما تذكره لنا عن تغيير حصل في القناعات العربية مثلا من بعد حواراتك الكثيرة هل هناك طرف قال لك إن كنا نظن كذا والآن تبرهن لنا أن الحقيقة كذا مثلا وهل لديك ربما مواقف تريد أن تشاركنا بها؟ عندما تصدرت المشهد الإعلامي وتحدثت حول بعض الأمور والجوانب الإثيوبية في بداية مسيرة الإعلامية ربما كانت هناك بعض الضبابية التي أعاني منها المواقف كثيرة طبعا المواقف إن كانت من الداخل أو من الخارج كثيرة جدا ولا يمكن أن أحصيها ولعلي أذكر لك بعض المواقف لكن أقول أن في بداية مسيرتي وفي أثناء هذه المسيرة الإعلامية تغيرت اللغة التي كانوا يستخدمونها تجاه إثيوبيا كيف تغيرت؟ في البدء لو تلاحظون يعني في السابق لم يعترفوا بهذه الحقوق ولا أحد يتحدث عن منابع النيل وهناك من كان يدافع عن إثيوبيا من غير الإثيوبيين لكن ليس حبا في إثيوبيا ولكن
كراهية في الأطراف لأي سبب كان، إن كانوا من إعلاميين أو من غيرهم، فكانت هناك يعني كراهية بينهم، فلذلك استغلوها، وهذا الأمر نفع إثيوبيا في الحقيقة. لكن عندما أتينا يتحدث معي مدراء كبريات القنوات التي أظهر فيها، يقولون نحن لا نستطيع أن نصرح بذلك. بعض هذه القنوات يقولون نحن لا نستطيع أن نصرح، هؤلاء مسؤولين يعني في القمة، نحن لا نستطيع أن نصرح. بماذا؟ بأن إثيوبيا على حق في هذا المنهج الذي قامت به. لنذهب إلى أبعد من ذلك، أحد وزراء الصناعة في إحدى الدول العربية تحدث معي يقول أنني لم أكن أعرف، وهو وزير صناعة يعني، أوجه له التحية ولا أذكر اسمه لأي اعتبار آخر، لكن أقول أنه ذكر بأنه يعني لم يعلم بأن منبع النيل من أثيوبيا، منبع النيل الأزرق أغلبه من أثيوبيا، ولم نعلم أن هناك من يتحدث باللغة العربية في أثيوبيا. طبعا أنا هنا أستنتج الأخطاء، وهذه ما تحدثنا عنه ويطول الحديث عنها، لكن من هذه المواقف أن يقوم أناس كانوا هنا يعني لديهم موقف، أنا ذكرت لك موقف مواقف خارجية، والآن أتحدث عن الداخل، كانت لديهم أمور، ومنهم من كان يهاجمني يعني في وسائل التواصل وسائل الإعلام ويتحدث بأمور معينة، فعندما رأى بأنني أتحدث عن أمر شامل عن سد النهضة، ورأى بأن يعني عرقيته ستستفيد وإثيوبيا ستستفيد، اطمأن. واليوم نحن نريد أن نقنع ونكرر هذه التجربة لدى جميع الإثيوبيين بأن إثيوبيا من محيطها يعني في كل محيطها إثيوبيا واحدة، ونأمل أن نبحث عن روابط هذا الاتفاق حتى نعزز هذه الروابط. فإذا كان يعني هناك كل يسترد التاريخ كما ذكرت لك، التاريخ السابق الأغبر الذي لا نعرف تفاصيله ويحارب بعضه، في مرة من المرات تساءلت مع أحدهم، كان يقول لي أننا يعني نكره العرقية الفلانية، وأننا نكره هذه العرقية وهم يكرهوننا أيضا، وهذه كراهية أبدية. قلت له ما السبب؟ فلم يذكر سببا حاضرا، إنما ذكر أسبابا غابرة. قلت له هل كنت موجودا؟ هل أبوك كان موجود؟ هل أحد من عائلتك كانت موجودة؟ قال هذا تاريخ، لا تزيف التاريخ. قلت له أنا لا أزيفه، ولكنهم مضوا بحياتهم وبما فعلوه وهم أدرى يعني بما كانوا عليه، ونحن أجيال اليوم، هل نترك لأجيال الغد خلافات التاريخ، أم نترك لهم أمرا جميلا تسعد بها الأجيال تلو الأجيال؟ إذا كنا نقصي بعضنا البعض، وإذا كنا نكره بعضنا البعض، فمتى تستيقظ الشعوب؟ ومتى نبقى في مقدمات الدول ونحن لم نستطع أن نتجاوز خلافات تاريخية مر عليها عشرات السنين؟ أجيالنا اليوم يجب أن لا ننشئهم يعني على هذه الخلافات والضغائن التي يحملونها، وهذا في يعني حياتنا اليومية ينبغي أن يختفي تماما. ربما يختلف معي الكثيرون في ذلك، لكنني أقول أنا أتحدث عن صلاح وطني إثيوبيا وعن صلاح أهل إثيوبيا، ولا أتحدث عما مضى لأشغل من حضر ومن بقى. አሁን የጠየከኝ ጥያቄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። የሚዲያ ስራ ስጀምር ለአባይ ግድብ መከራከር ስጀምር ብዙ ቻሌንጆች ያጋጠሙ ነበር። ምክንያቱም እነዛ ሀገሮች ምንም አይነት ውቅና አይሰጡም ነበር። ምንም አይነት ኢትዮጵያ 0% ነው መብቷ ብለው ነው የሚያምኑት። መብት የሚባል ነገር የላትም፣ አባይም የሱ አይደለም። ምክንያቱም የሚቀርብ የለም ነበር። መቅረብ ከጀመርን በኋላ ግን ካየነው ለውጦች ከሚያስደስቱ ነገሮች ያው በነገራችን ላይ ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ በጣም ብዙ ናቸው፣ የተወሰኑትን ነግራለሁ። ግን ካየናቸው ለውጦች ምንድነው? ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳለች መብት እንዳላት ወንዙ የሷ እንደሆነ የሚባለው ግንዛቤ ማስተላለፍ ችለናል። በግድ በውዳቸውም ሳይሆን በግዳቸው ተቀብለውታል።
በግልክ አጋጠመኝ ነገር ከመቀርበባቸው ትላልቅ ኢንተርናሽናል ቻናሎች ስማቸው መጥቀስ አያስፈልግም የነዛ ዋና ዳይሬክተሮች አስተዳደሮች እኛ ለብዙ ከብዙ አኳያ መናገር አንችልም እንጂ መብቱ የኢትዮጵያ እንደሆነ ምሰራው ነገር ትክክል እንደሆነ ምታስተላልፉት ነገር እውነት እንደሆነ አምነን ተቀብለናል ብለው ትላልቅ ሰዎች ያናገሩኛል በዚህ በኩል ለውጥ ማይች ይያለው በሌላ በኩል ደግሞ የትላልቅ አገሮች ለምሳሌ አንድ ትልቅ አረብ ሀገር አለች እዛ ትልቅ ሚኒስትር ነው እሱ በግል አናግሮኛል የሚገርምህ ነገር አለኝ አባይ ወንዝ ከኢትዮጵያ እንደሚመነጭ አላቅም ነበር ትልቅ ሚኒስትር እሱ ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አረበኛ የሚናገር ያለ አይመስለኝም ነበር ይሄን ግንዛቤ ነው የቀየራችሁ ይ ብሎ በግል አናግሮኛል ስሙን አልናገርም ግን ሰላምታዬን አቀርብለታለሁ ይሄን ፕሮግራም ካየ እና ነዝህ ለውጦች ስናይ ምንሰራው ነገር ፍሬው የምንሰራውን ስራ ፍሬ ማየት መቻላችን በጣም ደስ ብሎኛል ሌላም ብዙ ገጠመኞች አሉ ከሀገር ውስጥ ማመጣው ገጠመኝ ስራ እንደጀመርኩኝ ስለኔ የሚጽፍ ምሰራው ስራ ያልተመቸው በመጥፎ የሚጽፍ ሰው ነበር በኋላ ግን በደንብ ሲከታተልኝ አገር እንደምወክል ስለ ህዳሴው ግድብ እንደሆነ ምናገረው ሲያቅ እንደውም ከእንደገና መደገፍና ስለኔ በጥሩ መጻፍ ጀመረ ምክንያቱም ምሰራው ስራ ለሱም ለልጆቹም ለቤተሰቦቹም ጥቅም እንዳለው አወቀ በሀገር ውስጥም ደረጃ ይሄንን ጥቅም ላይች ይያለው ሌላ ለናገርም ፈልጋው አሁንም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን አንድ መሆን አለብን ኢትዮጵያ ስንል ሁሉንም ኢትዮጵያ ማከለ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን ያካተተ ያንዳንዱን ነገር የጨመረ መሆን አለበት እርስ በርስ ያለን ነገር አለመግባባትም ካለ ጠብም ካለ መፍታት ይኖርብናል ወደፊት መራመድ ይኖርብናል ወርግጠኛ ነኝ በኢትዮጵያውያን መካከል ያለው ጠብ አሁን የተነሳ አይደለም ብዙዎቻችን እንዳየሁት ከሆነ ታሪካዊ ጠቦችን ይዘን ነው አሁን እየተጣላን ያለን ግን ስናስበው ለሚቀጥሉት ትውልዶች ለሚመጡት ትውልዶች ያንን የወረስነውን ጠብ ነው ማወረስ ያለብን ወይስ ስልጣኔን ብልጽግናን አዲስ ህይወት ነው ማስተላለፍ ያለብን ሁሌ ኋላ ላይ ቀርተን ሁሌ እዛ ጠብ ላይ ቀርተን እንዴት ነው ከትላልቅ አገሮች ጋር መሰለፍ ምን ይችላል ለወደፊት ይሄ ጥያቄ መመለስ ይኖርበታል የሆነ አንድ ሰው ጋር ከረዘም ካለ ጊዜ በፊት ክርክር ነበርና ምን አለኝ የእንተና ብሔር ጋር ይጣላል አለኝ ምንድነው መቼም ቢሆን አይታረቅም መቼም ቢሆን አይስማማም ብሎ ነገረኝ አልገባኝም ምንድነው እሺ ምክንያት ጥቀስልኝ እነዛ ብሔሮች የተጣሉበትን ነገር አለ የተከሰለይ ምክንያቱ ለታሪካዊ ናቸው ኦኬ እሺ አንተ አይታለን ነገር አላየም አባታ አይቶታል አያታ አይቶታል ታሪክ ነው ታሪክ ሆነ አንተ የለለህበት አባቴ የለለበት አያቴ የለለበት የሆኑ ትውልድ ምን አገባው የሆኑ ትውልድ ያንን ነገር ያላየ ያንን ነገር ያልፈጸመ ያንን ነገር ያልሰራ ሰው ለምንድነው ተጠያቂ የሚሆነው ሁሌ እዛ ጠብ ላይ ነው መኖር ያለብን በየመለስኩለት ታሪክ ላይ እንዴት ነው የምትጫወተው ታሪክ ላይ እየተጫወኩ አይደል ታሪክ ነው አይቀየርም ግን ከታሪክ ጥሩን ይዘን ከታሪክ የሚጠቅመንን ይዘን ነው እንጂ ሁሌ ጠብ ላይ ሁሌ አለመግባባትን ይዘን እንዴት ነው ለልጆቻችን ጥሩ ነገር የምናወርሰው እዛ ላይ ሁሌ ተጠበን ወይም እዛ ላይ ታስረን ምንቆይ ከሆነ ብዙ ሰው ላይ ደግፈኝ ይችላል ይሄን ለምናገረው ንግግር ግን እኔ የምናገረው እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምንወክለው እንዴት ነው አንድ ምን ሆነው በሚለው አንጻር ስናይ የሚያጣሉን ነገሮች ታሪካዊ መሆነ አሁንም ያሉ ነገሮች ከሆነ ለመፍታት መጣር ነው እንጂ መፍትሄውን መፈለግ ለመሻሻል መጣር ነው እንጂ ሁሌ እዛው ላይ ከቀረን አሁን ምንም አይነት ለውጥ አናገኝም ምን ሰራውም ሁላ ዋጋ የለውም ስለዚህ እንዳልኳችሁ ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች አይተናል ስራችን ላይ ምንሰራው ስራ ፍሬያማ እንደሆነ ውጤታማ እንደሆነ በማየታችን የበለጠ ጠንከረ እንድንሰራ አርጎናል ረጅም ነው ታሪኩ ቢወራ ያልቅም ለወደፊት ግን ምናወራቸው ይሆናሉ ገጠመኞቻችን በጣም ደስ ሚል ገለጻ ነው የሰጠን መሐመድ ሌላው አንድ እንደው አመክንዮአዊ አናሎጂ ነገር እንቀመጥና ብዙ እንጠቀም እስቲ ብዙ ያደጉ ሀገሮች የኒኩሌር
ማብለ ያላቸው ኒኩሌር ታጥቋል እና አርስ በርሳቸው ለመጣፋፋት ያው ጫፍ ላይ ደርሷል እንደምናየው ማለት ነውና የኛ ደግሞ ትልቁ ኒኩሌራችን ዲፕሎማሲ ነው እና ከዚህ አንፃር እንደውም መሐመድ የዲፕሎማሲ ጄኔራል እንግዲህ የዲፕሎማሲ ኒኩሌር ሊደረን ይገባል ቢያምናለሁ እኔ በግሌና ከዚህ አንፃር ዲፕሎማሲን በጣም ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን እና ቀጣዩ አሁን እንደውም እኮ የዲፕሎማሲ ጦርነት ላይ ነናል የሚመረውም በጄኔራል መሐመድ ነው በጄኔራል መሐመድ የሚመረው ትልቅ የዲፕሎማሲ ጦርነት ላይ ነው እና በማን አሸናፊነት ይጠናቀቃል ይሄ ጦርነት نرى كبرى الدول ربما تتسابق على الأسلحة النووية ليطغى بعضها على بعض وليسيطر بعضها على بعض ونحن لنا ربما الآن سلاحنا الحالي المتاح هو السلاح الدبلوماسي ويمكننا القول إن نحن أننا نخوض حربا دبلوماسية الآن وقائدها هو الجنرال محمد العروسي فماذا تتوقع في هذه الحرب من سيكون المنتصر في النهاية وما المطلوب منا أيضا لكي نكون ربما في مصاف هذه الدول دبلوماسيا أيضا لكي نستطيع مجابهتها جازيت أنيوت سمينا وماذا هو طبعا دور الصحفيين في هذا الصدد أولا أشكرك على هذه البادرة اللطيفة وأعتقد بأن كل إثيوبي هو جنرال لأجل دفاعه عن وطنه جنرال شعبي وهذه شهادة وأعتبرها وأضيفها إلى الأوسمة التي نلتها من الشعب الإثيوبي فلك ولهم التحية والتقدير هذا أولا الأمر الآخر الحرب الدبلوماسية ولدى إثيوبيا الكثير من الأسلحة ومن أقوى الأسلحة حرب الدبلوماسية لأنهم يعني أتحدث مثلا عن الصعيد الشخصي لماذا ربما أواجه كثيرا من الكراهية من بعض من أتناظر معهم أو من بعض الجهات في الخارج رغم أني لم أشتم يوما من الأيام وأحاول أن أتحدث بدبلوماسية لأن الحقيقة في كثير من الأحيان موجعة الحقيقة موجعة خاصة إذا كانت يعني كل ينشدها بين الأطراف وبالتالي عندما بينا هذه الحقائق حققنا الكثير من الانتصارات بفضل الله ويكفي ان يعني لولا ان هذه المسيره مثلا لم يعني تتقدم دبلوماسيا الا في هذا الشان لكفاها من سمعه اليوم العالم يتحدث بعد ان كانت اثيوبيا مهمشه تماما يتحدث عن كل تصريح نقوم وندلي به او تدلي به القياده العليا في الدوله يبحثون عن هذه التصاريح ويتحدثون مع الاخرين ويناقشونها ويحللونها هذا لم يكفي لدينا سلاح الدبلوماسيه الذي عملنا عليه ويجب على كل الصحفيين الإثيوبيين والأفارقة أن ينهضوا لأن لديهم الكثير من المقومات الكثير من الإمكانيات الصحفيين الإثيوبيين ينبغي أن يكونوا في الخارج يعني حاضرين بقوة نحن ربما لدينا الإمكانيات لدينا السلاح لكننا لا نجيد إطلاق الزناد أو استخدام السلاح أو ليست لدينا الذخيرة نحن لدينا السلاح لدينا الذخيرة لكننا لازلنا يعني نطلق طلقاتنا الأولى فنجد أنها مصيبة يعني أصابت وليس بمعنى المفرد للفظ المصيبة ربما أصابت الهدف وربما أخطأت ونتمهل أحيانا يجب علينا أن نقوي سلاح الدبلوماسية سلاح الإعلام وهناك ربما لا يتسع المجال اليوم لذكرها وهذه الأسلحة ينبغي أن نقوم بها على أكمل وجه ولا يكون ذلك إلا بالتعاون بين الحكومة وبين الشعب
ሁላችንም ያገራችን ጄኔራሎች ነን ያልከኝ ንግግር ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊትም የሰጡኝ ብዙ አገላለጽ አለ ደረቴ ላይ ማስቀመጣው የክብር መገለጫ ባጅ ነው አንተንም ሆነ መላ ኢትዮጵያን ህዝብ ላመሰግን ወዳለሁ ሁሌ ለሚያሳዩኝ ፍቅርና ውዴታ በሌላው ዘርፎ ለክነ ኢትዮጵያ ካላት ጠንካራ መሳሪያዎች መካከል አንደኛው የዲፕሎማሲ መሳሪያ ነው በደም መጠቀም ይኖርብናል ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቃለሁ ኢንተርናሽናል ቻናሎች ላይ ቀርቤ ሰው አልሳደብም እውነታውን ብቻ ነው የምናገረው እንግዶቹንም አልናገራቸውም የሀገሬን አቋም ብቻ ነው የማስተላልፈው ግን ለምንድን ነው የሚሰድቡኝ እነዛ ሰዎች ለምንድን ነው ፐርሰናሊ የሚያዞሩት ጉዳዩን ለምንድን ነው የሚናደሩት ብዬ ሳስብ እውነት ሁሌታም አለች እውነት ከባድ ናት እውነት መራራ ናት ስለዚህ እውነት እንደያዝንና የምንናገረው ነገር እንትን እንዳለው አሻራ ማለቴም የምንናገራቸው ነገሮች የምናስተላልፋቸው ነገሮች ውጤታማ እንደሆኑ ያሳየን ነው ያለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ይሄን መሳሪያ በትክክል ከዚህም በላይ መጠቀም ይኖርባታል በአግባቡ መጠቀም ይኖርባታል ብዙ መስራት ይጠበቅባታል በዚህ ዙሪያ ይሄ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያም ጋዜጠኞች አልፎም የአፍሪካ ጋዜጠኞች ገና ብዙ ያልሰራነው ስራ አለ ብዙም ይጠበቅብን ነገር አለ ምክንያቱም ሁሉ ነገር በእጃችን አለ ዕውቀቱም አለ ማቴሪያሉም አለ ዜናውም አለ ግን ያን ያክል እንቅስቀሳ ያደረገን አይደለም ሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ እንደ መሳሪያ ከገለጽ ነው መሳሪያ ይኖራቸውና ቀላሃው ይኖራቸው መሳሪያ ይኖራቸውና መተኮስ አይችሉም እኛ ግን መሳሪያው አለን ቀላሃው አለን መተኮስ እንችላለን ግን በአግባቡ እየተኮስን አይደለም አንዳንዴ ስንተኩስ እንስታለን አንዳንዴ ስንተኩስ ደግሞ ይመጣብናል ስለዚህ በደም በዘመናዊ መልኩ በሰለጠነ መልኩ ጋዜጠኞቻችን በኢንተርናሽናል ደረጃ መታየት አለባቸው አሁን በሰራ ነው በዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴያችን ድሮ ማንንም ማያቀት የነበረችው ኢትዮጵያ ማንንም ቦታ ማይሰጣት የነበረችው ኢትዮጵያ እያንዳንዱ መግለጫ ትኩረት ተሰጥቶት እያንዳንዱ መግለጫ የተላለቀ ኢንተርናሽናል ቻናሎች መከራከያ መወያያ ተላለቀ እንግዶች እየቀረቡበት ከኢትዮጵያ እንግዶች እየተፈለጉ የሚተነተንበትና ትልቅ ቦታ እየተሰጠበት ያለበት ደረጃ ደርሰናል ለወደፊትም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ለመሆን መንግስትና ህዝቡ አብሮ መስራት ይኖርበታል ከመንግስትም ብዙም ይጣበቅ ነገር አለ ለወደፊት ምናወራባቸው ነገሮች ይኖራሉ አሁን ግን من سينتصر في النهاية أقول أكيد إثيوبيا طالما أنها التزمت بهذا الحق لأن النصر لأصحاب الحق ما أني أشنفها لالكيت إياكي كل دلمي هنا ونة اللي يازو حق اللي يازو سلازي بزها قواما ونة أن حق المبتوان يزا كاكتلج من امترطاري اللوم إثيوبيا هو اللي أشنفينا بطعم النامة سجنال بطعم ده سيميل እውነት ነው የገለጻልን ያው እውነት አሸንፋለች ነው በጣም እናመሰግናለን ጥያቄያችን ጨርሰናል እንደው እንደመጨረሻ አባይ እንደው ለኢትዮጵያውያን ለኛ ከወንዝነት ባሻገር ያው ክብር ነው ብዙ ግጥሞች ስለአባይ ተገጥመዋል ዘፈኖች ብዙ ነገሮች አሉ በባህላችን ባሻራችን ውስጥ አለና ከወንዝነቱ ባሻገር እንዴት ሊገለጽ ይችላል ይሄ በተለይ ያረው ዓለም የምራው ዓለም ይሄን እንዲረዳው ምን መልእክት አስተላልፋለህ እና ሌላው በተጨማሪ አሁን ሂደህ ካየው ያ ማህበረሰብ የምንጩ ያለበት ማህበረሰብ አይታል አባይ መነሻና ያ ማህበረሰብ እንደው በጣም ጄኒውን መሆኑ የዋህ መሆኑ ደግ በመሆኑ ነው አባይ ስካውን የፈሰሰውና እንደው ያን ምንጭ እኮ ልድፈነው ቢል እንዳይፈስ ቢያረግ ባግባው ሌሎች ነገሮች ቢያደርገው እኮ ያ ምንጭ መንጭቶ አሁን ወደ ግብጽም ሄዶ እንደዚህ ያረግም ነበርና ግብጽ ከዚህ አንፃር ይሄን ማህበረሰብ ማመስገን አለባት እንደ ሀገርኛ ማመስገን ሲኖርባት ሌላ መገዳደር አልነበረባትና ከዚህ አንፃር እንደማጠቃለያ ለረው ዓለም ለኛ ምስጋና እንደው ማቅረብ አለባቸው ካሳ መክፈል እንዳለባቸው እንደውም ግድቡን ስንገድም ማገዝ እንዳለባቸው አባይም ከወንዝነቱ ባሻገር ደግሞ ያለው ምን እንደሆነ ሚለውን ነገር ጠቅለል አለ መልክትና የመጨረሻ መታስተላልፈው መልክት ጨምረ ፕሮግራማችን እናጠቃልላለን طبعا النيل لإثيوبيا ليس مجرد نهر ليس مجرد ماء النيل هو شرف هو ربما يعني كيان او هو إثيوبيا والذي ربما هي النيل معناه هو إثيوبيا هو الشعب الإثيوبي انت ذهبت وزرت منبع النيل ورأيت الناس البسطاء الطيبين هؤلاء الناس لو كانوا سيئين
لو كانوا يفكرون في السوق كانوا أغلقوا تلك المنابع فلا يصل ذلك الماء إلى مصر أو إلى أي مكان ثاني. إذن كيف نوصل هذه الرسالة أن النيل ليس مجرد ماء بالنسبة لنا، وأنهم كان يجب عليهم بدل أن يفتعلوا معنا هذه المشاكل أن يكونوا شاكرين لنا لاهتمامنا بهذا الماء لكي يصل إليهم، بل ويجب كان عليهم أن يساعدونا في بناء سد النهضة لأنه ربما له الفائدة المشتركة للجميع. فما هي رسالتك التي توجهها لربما الشعوب العربية أو الشعوب التي لها علاقة بنهر النيل، وما هي رسالتك في النهاية أيضا للجمهور؟ أولا دعني أبدأ بما ختمت به وهو رسالتي، وهي رسالتي إلى الجمهور، أقول لهم دعوا ما يفرقكم، لأنكم ستصبحون أدوات لمن يريد أن يفرقكم، واجتمعوا على ما يجمعكم، اجتمعوا على ما يجمعكم. لا أقول أننا نغفل هذه الخلافات حتى تفتح من جديد، ولكن نقول أن لكل أمر مقامه ومقاله، نتحدث بها إذا ما استدعت الحاجة، لكن لا نفتعلها ولا نعززها في وقت نحن أحوج فيما نكون إلى غير هذه الأمور الخلافية. الخلاف في كل مكان، فاتحدوا حتى لا تكسروا، فإذا ما اتحدتم، فإذا لم تتحدوا سهل على العدو كسركم وانتصاره عليكم. أي عدو ينتظر متى تنكسر شوكة هذا العدو، والذي ينتظر هذا العدو لينتصر عليه لا يمكن أن يحقق هذا النصر إلا بعد أن يوحد صفوفه ويوحد رسالته ويكون صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الآخرين. رسالتي إلى الجمهور، واسمح لي أن أختمها بموقف حصل معي. أحد الأشخاص يحمل جواز دولة أوروبية أو جواز دولة يعني مقيم في ما بين كندا وأمريكا وهذه الدول، فتحدث معي قائلا يعني ينتقد بعض ما أقوم به ليطعم به بعض العرقيات يعني المكونة من المكونات الإثيوبية. فسألته ذات مرة، قلت له سأجيبك فيما بعد، وهنا كان هذا الجواب مني. قلت له أريد أن أنظر إلى جوالك، لم أفهم عندما صور لي الشاشة. قلت له من فلان؟ أبا أسألك سؤال، يعني من فلان الذي سجلته في المكالمات الصادرة؟ وجدت يعني من العرقية الأرومية، من العرقية الأمهرية، من العرقية استغفر الله من الجنسية الإريترية، يعني على حسب ما أخبرني به قال لي هذا كذا هذا. لكن لماذا تسأل؟ ما الداعي؟ قلت له أنت درست هنا في أديس، هل لديك أصدقاء؟ قال لي كثير. أصدقاء أوفياء معك؟ قال لي كثير. قلت له من أي عرقية؟ قال من العرقية الفلانية وكل العرقيات، لدي صديق معين. قلت له يعني إذا أردت أن أذهب إلى مكان معين لحاجة معينة هل تستطيع أن تساعدني؟ قال فورا سأتصل بهم. قلت له إذن عندما تتحدث عن عرقية معينة لتعاديها دون أن تشخصن هذا العداء في شخص المخطئ فأنت عدو لأصدقائك وأقربائك وبيتك ووطنك، ولا يمكن أن يعتمد عليك على الإطلاق. يعني أنت لديك صديق من كل هذه الأماكن، إذن كل هؤلاء بعرقياتهم حتى وإن كانت الأغلبية مختلفة معك، لكن نحن نتحدث عن الأخطاء لنستأصلها ليس لنعاديها فقط، لأنك عندما تعادي أمرا معينا قد يزداد إذا تركته. فينبغي رسالتي إلى الجمهور أن تختفي هذه المظاهر. للأرمي حق علي، وللأمهري حق علي، وللعفري حق علي، ولكل المكونات والعرقيات الإثيوبية حق أصيل
على محمد العروسي وعلى كل من رفع اسم الوطن عاليا، وسيبقى هذا الحق في ذمتنا. هذا الحق يعني من خلال ما نقدمه من حق نعتقد به. طيب، أما ما يتعلق بالأمر الآخر، النيل ليس مجرد نهر لإثيوبيا، ولكنه رابطة حب وإخاء لإثيوبيا وبين شعب إثيوبيا وبينهم البعض وبين بعضهم، وكذلك بينهم وبين جيرانهم. فلماذا تحول هذه الروابط إلى عداوة يا أهل الجوار؟ فبدلا من أن تشكروا تلك الأم التي جعلها الله تدر عليكم من مائها ومن أعذب مياهها، من مياه قيون، من مياه أباي، تعادونها لتحرموها من حقوقها. أنت تقول أنه من الواجب أن لا يعادوهم، أنا أقول أبعد من ذلك، بل أنهم يجب أن يستثمروا في تنمية تلك المناطق حتى تستمر هذه المياه بحبها وبتدفقها لتنعش العالم. وهذا فخر لنا كإثيوبيين أن مياهنا يستفيد منها الآخرون. فأمر عجيب يخالفه المنطق ويخالفه العقل وتخالفه الأديان أن تعادي أشخاصا يحسبون إليه. كتقلل الكبت لجمرنا مستلالة في مفلقة وملكت كل شنم عند النهون نهون مجوهم مفلقة ولدقم مفلقة ونقر بنور ليونتا شنن النارك مياليين النقر أهونم መቶ ይኖርብናል አንድ ወደም ያደርጉ ነጥቦች መመለስ ይኖርብናል ብዙ ጊዜ ደጋግመዋለሁ ምክንያቱም አንድ ካልሆነን አብረን ካልሰራን ካልተባበርን የሚጣባበቀን ጥላት አለኛ ትንሽ ሰንጠቅስክንል ደከም ስክንል ጠብቆ ያችን እድል ሲያገኝ ሊሰብርን የተዘጋጀ ጥላት አለ ከተለያየን የማንም መጣቀም ያንሆናለን አንድ ካልሆነን ማንንም እንደፈለገ ያራምድናል ማንንም እንደፈለጋ ጀንዳውን በእኛ ላይ ያስከደብናል ስለዚህ በእናታችሁ ፕሊስ ላለሁ አንድ እንሆን እንጠናከር መለያየት ወይም ያለያዩ ነጥቦች ያሉ ማለት አይደለም አያግባቡንም ማለት አለ ነገር ግን እያንዳንዱ ነገር ቦታ አለው ጊዜ አለው እንደገና ደግሞ እንትንም አለው ደረጃ አለው ምናወራበት አገር በምትፈልግብን ሰዓት አንድ መሆን ባለብን ሰዓት ለሀገር መቆም ባለብን ሰዓት ወደ ችግሮቻችን ከሄድን እነሱን ካባባስናቸው ሌላም ችግሮች ከፈጠርን መጨረሻ ተጎጂ ምን ነው ራሳችን ነው ስለዚህ እነዛን ችግሮች ዝም ማለትም የለብንም ዝም ካልናቸው ነገም ይከፈታሉ መፍትሄ መፈልግ ባለብን መልኩ ፈልገን እንዴት ማከም እንችላለን የሚለውን ነገር ማየት ይኖርብናል ግን ሁሌ ትኩረት መስጠት ያለብን ለዋና ዋና ነጥቦች አንድ ለሚያደርጉ ነጥቦች ነው አንድ ገጠመኝ እዚህ ላይ ላጫውታችሁ አንድ የውጭ ፓስፖርት ያለው የአሜሪካ ካናዳ አካባቢ የሚኖር ሰው ተጫወተንና ከመሰራውን ስራ ያለውን አንዳንድ መሰራቸውን ስራ ተቃውሞ አቀረበ እንደገና ደግሞ ላንዳንድ ብሄሮች ያለውን አላግባብ የሆነ አመለካከት ነገረኝ ላንታ አሁን መልስ አልሰጠህም አልኩት መልስ ሳልሰጥ በፊት እስኪ ስልክህን ስጠኝ ስልኩን ሰጠኝ ኮንታክት ውስጥ ገባ ጠየቅኩት ኮንታክት ውስጥ ሌላ ብሄር የሆነ ምታቆ ቅርብ ሰው አለ አዎ ይሄ ኦሮሞ ይሄ ኤርትራ ይሄ እንትና ብሄር ብሎ ነገረኝ ኦኬ አንተ ኢትዮጵያን የተማርከው ዩኒቨርሲቲም የተማርከው እዛ ነው አዲስ አበባ ስትኖር አዲስ አበባ ስትማር ከሌላ ብሄሮች ጓደኞች አሉ አሉኛው አለ በደንብ ጓደኞች አሉ የቅርብ የምትላቸው እንዴ በደንብ አሉኝ እንጂ እነዛ ጓደኞች አሁን በየአካባቢያቸው እኔ አሁን ልሄድ ብል ትደውልላቸውና እንዲያስተናግዱ ይታደርጋል አዎ በጣም ነው ማምናቸው በጣም ነው ቦታ ማደርግላቸው ስለዚህ አንተ የሆነ ሰው ባጠፋው ጥፋት አንድ ሙሉ ህዝብ የምትናገር ከሆነ ወጀነራላይዝ የምታረክ ከሆነ ያለህን ጥላቻ አንተ ወይ ለሀገርም ማጠቅም ለራስህም ማጠቅም ለምንም አትሆን ሰው ነብየ ነገርኩት ምክንያቱም ማገባውን አካል የቅርብ ጓደኞችህን ቤተሰቦችህን ወንድሞች ያልካቸውንም ሰዎች ምንም ባላጠፉት ጥፋት እየሰደብካቸው ነው ስለዚህ ይሄንም ገጠመኝ የተናገርኩት ነገር ምንድነው አንዱ ባጠፋው ጥፋት ጀነራላይዝ ማረጋ ይኖርብና ያጠፋው ሰው ይቀጣ ያጠፋው ሰው ተገቢውን ምጃ ይወሰድበት ግን ማገባውን አካል ማገባውን ሰው
ما يهون نجرس ماسكبات ينور بنم أنا عند محمد العروسي ورموا لا يقديت على لبين أمروا لا يقديت على لبين أفروا لا يقديت على لبين ما لو إثيوبيا هزب لي ما لو إثيوبيا بهرسب لي ما لو إثيوبيا هاي ما نتكت تعيش لي كلهم لي يعني يا جرا يقديت ينور بنيال لا جرو ميكم سو لي هلا قديت ينور بنيال يعني هلا شيء نمدمو إرس برساتين لي عندنا شيء قديت على لبين يعني قديت ما بقبابه موت آتي ينور بنيال أهون مدمو عندك هالهون كتلي أيام كتبت أتنن ما نمي جوات بنيال دامنهم لكم نجار سانول يطلعت مساكة يطلعت متجوش هون انكرال سنزيه هون ما درا أدرا أدرا عندنا هون النت أنا كر ولا كنا إثيوبياي هونن إثيوبياي نتن من نجلس مهني نور بنال لازم يور لنجار كي نجار إذا من يان لزاجروش إثيوبيا يان هن يا أبايونز ندالكو ونز بتشار الله አባዮን ዘማለት ኢትዮጵያውያንን ያስተሳሰረ በየሃይማኖታቸው በየብሔራቸው ያስተሳሰረ አልፎም ለሚያደርሰው አገራት ሁሉ ኢትዮጵያ ጋር ያስተሳሰረ ነው። ስለዚህ እናንተ ሰዎች የአባይ ተጠቃሚ ሆናችሁ አገሮች ይሄንን የመሰለ ወንዝ እንድትጠቀሙበት እንደልባችሁ የጠጣችሁ ለተክል ለሁሉ ለአዝር ለእርሻ ለምንም የምትጠቀሙበትን ወንዝ ምክንያት ያደረገላችሁን ጌታ ምክንያት ያደረገላችሁን ኢትዮጵያ ያ አባይ እናት የሆነችውን ኢትዮጵያ እንደማመስገን ከጎኗ እንደመቆም ይሄን ሁላ ጥላቻ ለምን አስፈልገ ይሄ ሁላ ጠብ ለምን አስፈልገ ይሄ ሁላ ስም ማጥፋት ለምን አስፈልገ ተገቢ ነው ለሰከላ ደሞ ላልከው ነገር ለግሽ አባይ እነዛን ህዝቦች ማመስገን ብቻ ሳይሆን ያለባቸው እንደውም እዛው ሄደው ኢንቨስት ማድረግ ይኖርባቸዋል ምክንያቱም ያኖሃ እዛ ወንዙ እንዲደርስላቸው ያደረገው ወንዙ እንዲመጣላቸው ከፈለጉ አሁን እንዲጠቀሙ ከፈለጉ ይሄን ጠባቸውን ይሄን ነገራቸውን ሃይማኖት የማይደግፈው ባህል የማይደግፈው የሚያስብ ሰው አስተዋይ ሰው የማይደግፈውን አከሄዳቸውን ትተው አብሮ መስራትኛ ጋር አብሮ መጠናከር ነው እንጂ ያለባቸው ይሄን አላግባብ የሆነ አከሄዳቸውን መተው አለባቸው ብዬ ነው ንግግሬን መዘጋው በጣም እናመሰግናለን እኛ ማከብረህ እዚህ ድረስ መጠተ ጊዜን ከዚህ ከተጣበበ ጊዜን ሰጠተ እዚህ መጠተ ይሄን ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጠን በተመልካቾች ስም በመልካያው ተመልካቾች ስም እንዲሁም በናው ቴሌቪዥን ስም ከልብ የመነጨ ምስጋና አቀርባለሁ። ውድ የመልካያው ተመልካቾቻችን ጥሩ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ። ከመሐመድ አላሩሲ ጋር በጣም ብዙ ሰፊ ውይይት አድርገናል። ብዙ ቁም ነገርን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት በሌላ ተመሳሳይ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ።